저 한 분 이렇게. 예? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو إهداء مني عبد الله الفهيد إلى أبو بندر متابعينه الغالي. هذه أزيرة وهنا تسمى غرانديور. طبعا بالسعودية أزيرة وهنا غرانديور. للمعلومية مع أنها فيس ليفت لكن الموتر صار أطول وأعرض عن الموديل السابق. يعطيك العافية يا أخ عبد الله، ما قصرت وألف ألف ألف شكر لك. طبعا الأزيرة بشكل عام صار عليها فيس ليفت ب 2021، راح تنزل عندنا على موديل 2021. يعتبر فيس ليفت لكن أنا أشوفه تغير جذري كبير بالواجهة الأمامية والجهة الخلفية، وأنتم عارفين الأزيرة نزلت ب 2018 والتغيير اللي صار هذا ب 2021 بكوريا نزلت على موديل 20. بالنسبة للتغير مثل ما انتم شايفين الواجهة الأمامية تغير كامل، الجهة الخلفية تغير كامل، والداخلية تغير كامل. أشكال الجنط راح يتوفر أكثر من شكل ونوع من أنواع الواجهة الأمامية جاي بشكل جديد وتصميم جديد وعلى شكل 3D. الإضاءة والشبك متداخلة مع بعض، شكل الشبك اللي تحت مع الزوايد شيء غريب وشيء جديد بعالم السيارات. انتم اعطونا رايكم بالله بالشكل. شوفوا الإضاءة حقت الاي دي والإشارة كلها جاية بنفس بعض، وقصة النور اللي جاية على شكل معينات، طبعا راح تكون الأنوار الاي دي. لاحظوا حجم الشبك جاي بحجم كبير مع قصات المعين اللي جاية بلون رمادي غامق وبلون أسود، والنور اللي جاي على شكل معينات. شوفوا هذه الإضاءة كلها أنوار الاي دي، والقزازة حقت الرادار اللي هي جاية بعلامة هونداي. الشبك والسيارة والموتر هذا راح يكون مميز بشكل واضح أول ما ينزل. عاد متى راح ينزل الله أعلم، ممكن بنص السنة هذه 2020 أو بأواخر 2020، لكن راح أعطيكم خبر بإذن الله أول ما توصل السعودية أو أول ما يكون عندي خبر. وهذه الجهة الخلفية اسطب الاي دي ممتد مع نقط أو لمبات الاي دي بشكل صغير. مخارج الشكمان، الصدام، باب الشنطة كلها تغيرت. هنا عندنا لمبة الإضاءة حقت الفرامل مع لمبة الريوس، والإضاءة حقت الصب اللي جاية خط الاي دي ممتد. التصميم من الآخر ما شاء الله تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ تشغيل. وضعيات القيادة فيه سبورت وسمارت كومفورت وإيكو. الطبلون جاي على شكل شاشة بمقاس 12.3 إنش. الشاشة الوسطية راح تكون بحجم 10.25 إنش. هنا عندنا شاحن وايرلس زائد مخرج USB، وهنا الجير الجاي على شكل أزرار نفس نظام السوناتا والبلاسيد، وهنا الاختصارات والأزرار التحكم بالشاشة. الشاشة اللي جاية بحجم 10.25 إنش راح يكون فيها وتدعم نظام الكار بلاي والأندرويد أوتو والجي بي إس وباقي الأشياء اللي أنتم عارفينها. وهذه القائمة الرئيسية طبعا هنا مكتوبة بالكوري لأن الموتر كوري. طبعا الفئة هذه جاية بأربع كاميرات نفس كاميرات البلاسيد والسوناتا ونفس الدقة و360 درجة، وهذه الكاميرا واضحة لكم قدامكم اللي هي الأمامية والجانبية والبانورامية أو 360 درجة، ودقتها بعد تعتبر ممتازة ما شاء الله تبارك الله. هنا عندك التخطيط والحساسات وهذه الجانبية، شوفوا دقتها ما شاء الله تبارك الله. وهنا عندنا المكيف، وشوفوا المكيف جاي على شكل شاشة مع الأزرار الجانبية تشغيل وتسخين والتبريد، وفي الزر اللي درايف مود حق وضعيات القياده وتسكر حساسات، والزر اللي جاي هذا زي نظام الاوتو بارك اللي يقدم ويرجع السياره. طبعا الانظمه والمواصفات الموجوده هذه هل راح تجينا نفس المواصفات؟ هذا الله اعلم، لانكم انتم عارفين كل وكيل وله مواصفات خاصه فيه. ايوه الحين يشحن. وهذه للستاره الخلفيه. نظام التكييف الإلكتروني
من الفرونت كما هو موضح بالصورة بالأسفل. عندنا دركسون، الدركسون جاي نفس دركسون السوناتا 2020 الشكل الجديد، الشفتر وقصة الدركسون وعلى اليمين الرادار والأشياء الثانية، واسمعوا العزل. تقريبا عدد السماعات راح يكون 12 سماعة، قصة الدايمون كتل جاي على الباب، وذاكرة تخزين المراتب، والإطار الألمنيوم الفضي. وهذه النظرة عامة لجهة السواق وجهة الراكب والطبلون كامل. وهنا شاشة التوقف. طبعا الألوان اللي هنا ممكن تغيرها عن طريق الإعدادات. حاولت أغيره للإنجليزي بس ما عرفت، فبحاول من هنا. الألوان هنا، الألوان أبيض أزرق هنا، تقدر تختار اللون اللي تبي. ما شاء الله تبارك الله. فتحة بانوراما. هنا عندنا حامل الاكواب، جرنط كهرب، والاوتو هولد، والتكاية اللي بالنص، ومساحة تخزين جاية على شكل قطعتين اللي فوق واللي تحت مع الاضاءة الداخلية للتكاية. طبعا المراتب مراتب جلد، وتقدر تتحكم بالمرتبة بالشكل هذا. عندك ثلاث وضعيات، تقدر بكبسة زر تسلح المرتبة كاملة، ومثل ما قلت لكم المواصفات هذه ممكن تكون بالسوق الكوري والاسواق العالمية. هل راح تجي السعودية؟ ما ندري. وهنا عندنا مراتب الصف الثاني اللي جاي فيه ستارة جانبية، والزيك الجانبي اللي جاي باللون الفضي. نبدأ تشغيل السيارة. والإشارة لليسار أيضا. شفت الكاميرات اللي موجودة على الطبلون اللي إذا دق إشارة يمين أو يسار، لكن أعطونا رأيكم بدقة الكاميرا وصفها، وما شاء الله تبارك الله. الحين عبدالله طلع راح يجرب السيارة وتجربة وأداء السيارة والأشياء هذه. خلوا إن شاء الله بإذن الله إذا وصلت أو سافرنا وجربنا السيارة راح أعطيكم كل التفاصيل من ناحية العزل ومن ناحية التعليق ومن ناحية التسارع وقوة الماكينة. طبعا راح تتوفر السيارة هذه بشكل عام على مستوى العالم، سواء السوق الكوري أو السوق العالمية، أربع محركات. محرك الست سلندر اللي بحجم 3.3 لتر، 290 حصان، والعزم 343 نيوتن. ومحرك الست سلندر 3 لتر اللي جاي بقوة 235 حصان والعزم 280 نيوتن. وفي محرك 4 سلندر هذا ما وصل عندنا، راح يكون حجم الماكينة 2500 وبقوة 198 حصان والعزم 248 نيوتن. وفي محرك رابع والأخير اللي راح يكون هايبرد 4 سلندر بسعة 2400 وبقوة 159 حصان والعزم 250 نيوتن.
متوقع والأكيد راح تجينا نفس المحركات الموديل اللي قبل 3.5 290 حصان والجير 8 سرعات، والمحرك الثاني 3 لتر بقوة 250 حصان والجير 6 سرعات. طبعا الجير احتمال راح ينزل على الماكينة 3 لتر 8 سرعات مو 6 سرعات، وإذا جت إن شاء الله نعطيكم العلم الأكيد. أدري حاس فيك تهوج تفكر تقول وش يقولون هذولا، أنا مثلك بعد. لكن عبد الله ما شاء الله تبارك الله يدرس بكوريا ومعه لغة كورية. هذا النظام اللي هو قيادة شبه ذاتية، ونظام تشبك وتشغل الرادار التفاعلي والتنبيه خروج المسار زي ما شرحت لكم قبل بتجربة السوناتا 2020. طبعا راح تتوفر بشكل عام على مستوى العالم الالوان الخارجيه راح تكون 8 الوان، والالوان الداخليه راح تكون 5 الوان. هذه نسخه 2.5، هذه اخر اصدار نزل، يعتبرونه هنا في كوريا 2020 الموديل. بعد فئة هذه 4 سلندر، حد فتحات الشكمان تختلف والجنط يختلف شكله، وتعتبر هذه نصف الأربع سلندر حجم الماكينة 2005. لكن عطونا رأيكم باللون الأسود، اللون الأسود راكب عليها 100%، الموتر طالع فخم وسكبة. وعطونا رأيكم بالله باللون أيا أجمل، هذه ولا اللون الأبيض؟ شوف الشفك متناسق وجاي فخم. هذه اللوحة الاقتصادية للسيارة، طبعا هنا الأفريج، وهنا عندك داخل المدينة، وهنا على الخطوط السريعة الهاي واي رقم 3. بسم الله الرحمن الرحيم. فتح السيارة، والسبير أيضا، بسم الله. لاحظوا معي الرحابة والوسع بالصف الثاني، ومخارج المكيف والتكاية اللي بالنص، تكييف خلفي، ماركة ركاية. وهذه الشنطة الخلفية نفس مقاس الشنطة الموديل السابق وجاية بحجم كبير. سمارت ستريم غازولين، هذه نسخة السمارت ستريم غازولين، الغازولين البنزين 2.5 والغازولين 3.3 والال بي اي اللي هو الغاز. وهذا البرايس ليست. وبس سلامتكم يا الغالين، والف شكر لعبد الله، واعذروني اذا هو قصر او نسى شيء لانه اول مره يصور تغطيه زي هالطريقه هذه. باذن الله اول ما تتوفر واول ما تنزل راح اصور لكم ونجرب لكم بالتفصيل. فمان الله وبحفظ الكريم.